إخواني الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. مرحبا بكم في جولة جديدة عبر البوادي المغربية. هذه المرة اخترت لكم بوادي إقليم الجديدة، بالضبط جماعة أولاد عيسى التابعة للتراب عمالة الجديدة. هذه الجماعة بها مركز للقيادة يسمى قيادة أولاد عيسى، وكذلك مركز الجماعة جماعة أولاد عيسى. هذه الجماعة تبعد عن مدينة الجديدة بحوالي 40 كيلومتر، وعن الدار البيضاء بحوالي 150 كيلومتر. حسب إحصاء 2014 كان عدد سكانها 23370 نسمة. ما يلفت الانتباه في هذه المنطقة أنها منطقة صخرية بامتياز، توجد فيها الصخور بشكل كثير والأحجار بشكل كثير، ويعاني السكان في هذه المنطقة من قلة الماء بعدما عرف المغرب سنوات متتالية في نقص المياه، ويعتمدون في البنايات أغلب البنايات التي يعتمدون عليها مبنية بالحجر. بدأ التطور في البناء كما تلاحظون، منطقة صخرية بامتياز، ويعانون من قلة الماء. أنتما كتشوفوا بحال هاد الناس هادو دابا ما شاء الله الطريق ما عندهمش طريق، ما عندهمش طريق. هاد الدواوير أغلب الدواوير ما فيهاش طرقان اللي معبدة اللي توصلت للدار معبدة، كيعتمدوا على الكراوال على رجليهم. على كيف كتلاحظوا عندنا في الفيديو واحد النوع ديال البناء اعتمد عليه الإنسان المغربي، وهو الطازوطة. الطازوطة غادي نتكلموا عليها مزيان، على النوع ديال البناء ديالها في آخر الفيديو. شاهد الفيديو لآخره باش تعرف الطازوطة. هاد الطازوطة هادي كاينه فقط في هاد الناحية ديال الجديدة، وحاليا ناحية عمالة إقليم سيدي بن نور اللي كيعتمدوا فيها 100% على البناية ديالها بالحجر. لاحظوا معي إخواني الكرام قوة الأحجار، أغلب البنايات هنا كيعتمدوا على البناية بالحجر. اللي عايش في المدن المغربية ولا في البوادي ديال المغرب الأوسط، الشوية، دكالا، عبدة، دكالا سيدي بن نور، وهذيك النواحي، اللي ما عمرو شاف هذه المنطقة هذه ما غاديش يتسحب أن المغرب راه كيعيش هاد الحالات هذه. كاين بعض المناطق اللي أرض فلاحية مزيانة، ولكن كما قلنا أن قلة الأمطار المتتالية على مدى 4 سنوات جعل من هذه المنطقة منطقة قاحلة جدا. المناطق اللي قريبة شوية الجماعة ديال ولاد عيسى والاتجاه ديال البحر، هذيك مازال فيها شوية ديال الماء، وكيف يفلحوا فيها مطيشة
ديك الطماطم سوريس وكيما فلحوا فيها بعض الفلاحات القليلة جدا. نحن الآن نتجه إخواني الكرام نحو جماعة أولاد عيسى المركز، ويوجد بمركز أولاد عيسى السوق الأسبوعي الأحد. كانت زيارة لهذه الجماعة كانت صادفت يوم الأحد، وكان هناك اكتظاظ في السوق واكتظاظ في الطريق جعلني لا أقدر على تصوير أي شيء، مما اكتفيت ببعض اللقطات من السوق فقط، لأن كان هناك ازدحام كثير ومسافة تقريبا نصف كيلومتر. بقينا في السيارة لمدة ساعة ونصف تقريبا. منطقة بكل صراحة، منطقة على الرغم أن منطقة صخرية فمنطقة جميلة جدا، وأهلها أهل كرم وأهل الجود. هذا هو مركز سوق أحد أولاد عيسى، ولكن كما قلت كان السوق مكتظ والطريق كان فيها ازدحام كبير 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 جدا، لدرجة كنا سنتعرض إلى حادثة بين شاحنة والناس اللي كينقلوا بدوك الكراس ديال الكراس اليدوية. استر الله تبارك وتعالى. هذا ازدحام كثير هذا السوق، ملي وصلنا الازدحام انا ما قدرتش نصور. اذا هذيك هما اللقطات الوحيده اللي اخترت من هذاك السوق. هذا الدوار ديال اللي جينا ليه، دوار دحامنا، وزنا من دوار ولد حمودة. هذا دوار دحامنا، لاحظوا معي الأرض كلها صخور. هنا كان واحد الكاريان ديال الحجر كيقطعوا فيه الحجر باش كيستخرجوا منه الكياس. ها واحد المعمل كبير جدا، هذا هو. أرض صعبة بكل صراحة، لاحظوا معي إخواني الكرام هاد الناس كيف يعتمدون على رص الحجر. هذا هو اللي كيعتمدوا على الحجر اللي كيبنيو به هاد داك السياج ديال البلادات ديالهم. حجر كثير بواحد الكيفية لا تصور. لاحظوا معي هذا الصور ديال البلاد ديال الارض، ولكن فيه الحجر صافي. هذيك اللي كتبان من تماكي راها تما، هذه هي الطازوطة. الطازوطة بنية بالحجر، والفوائد ديالها كثيرة جدا، انها كتكون في فصل الصيف باردة تقي حر الشمس كيف ما تكون الشمس، كتكون هي باردة وكانوا كيسكنوا فيها، ولكن مؤخرا عادوا كيستعملوها فقط لخزن
الحبوب إذا كانت شي حبوب، أو لي خزن يستريح فيها البهيم. لاحظوا هذه الأحجار كيف رصت، ها هي تازوتا. وراه عندنا في آخر الفيديو عندنا واحد لسات تازوتا، سبعة ديال تازوتات في بلاصة واحدة، صورتهم لكم. غادي نتكلموا على هاد تازوتا وعلى الكيفية ديال البناء ديالها. إذن إخوان الكرام، هاد تازوتا هذه نوع من البناء التراثي، نوع من البناء التراثي المتواجد المتواجد بمنطقة البقالة. كما قلنا بأن هذا النوع ديال البناء التراثي المتواجد بمنطقة دكالة، إقليم الجديدة وإقليم سيدي بن نور حاليا، دون غيرها من المناطق في المغرب. ما كاينش، ما تلقاش تازوتا في أي بلاصة في المغرب إلا في هذه المنطقة هذه. لاحظوا معي فهاد الناس دايرين هذا الحمام، هذا حمام حمام، هذا هو. اذا كما قلت التازوتا كاين فقط هنا في الاقليم، كل شيء عندنا. سلو 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 كتشغل هذه الكتبه، سلو كيدير السماء وكيدير السماء. الجمعيه من البلاد كنهضروا على 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 الحمام، كتعرف تصايبهم الحمام. الجمعيه من البلاد صيبناها في اسمه، صيبناها في ولد سعود. لاحظوا معي هاد اسمه الحجر صافي، كي باش نديرين هاد الصور بحجر صافي. إذن كما قلت أن التازوتا كاين في بلاد في دكالة فقط، ما كاينش في شيء إقليم آخر من غير دكالة، إقليم الجديدة وإقليم سيدي بن نور حاليا. كيعتمدوا فيها على الحجر 100%، مادة واحدة وهي الحجر. وهذيك اسمو عندها جدار دائري عريض، عندها جدار دائري عريض والجزء العلوي مخروطي. وهذيك البنايات ديال التازوتا كانوا كيستعملوها كما قلنا كيسكنوا فيها، وكيسكنوا فيها هذيك التازوتا كانوا كيسكنوا فيها. ومن من بعد ما كيسكنوا فيها هاد الاواخر عادوا كيستعملوها الخزن ديال البهايم وديال اسمو. هنا هذه هما التازوتات، هاد السبعه ديال لي تازوت كاينين في المغرب، اللي كاينين في المغرب كاينين هنا في اقليم الجديده. السبعه ديال التازوتات هذه هي تازوتا، مسميتهم لسات تازوتا. شوف القاعده ديالهم دائريه بالحجر، قاعده دائريه عريضه جدا، والجزء العلوي مخروطي. شوف هذه، وكيكون عندها الباب، عندها الباب من الجهه الاخرى، صورت هنا من هنا، ولكن من الجهه الاخرى كيكون عندها باب وكيدخلوا ليها باسم. هادو ما وقعش عليهم شي تغيير من نهار تبناو. وسولنا واحد الراجل قال لك تقريبا، واحد الراجل عنده شي 70 عام قال لك ملي عقلت بداتهم هنا. هادو هما البيبان ديالهم ديال التازوتا، البيبان منين كيدخلوا ليهم. ما هذا اخواني الكرام، شكرا لكم على المتابعه، بارك الله فيكم على الدعم اللامشروط، شكرا لكم. اتمنى لكم حظا سعيدا، ما تنسونيش باللايك وبالبارتاج والدعاء ديالكم. جزاكم الله عني الف خير، شكرا لكم، دمتم بخير، في امان الله وحفظه. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.